تقريبا 118 دولة تجري فيهم عملية الانتخابات حاليا، لأنه في بعض الدول وفقا لاختلاف التوقيت لسه ما فتحتش. اطلعنا على سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر، حدث التواصل مع السفارات ومقرات اللجان التي تتم بها العملية الانتخابية، تم فتح اللجان في مواعيدها. العملية وسير العملية الانتخابية وسير التصويت يسير بشكل منتظم جدا. بعض الدول طلبت أن يكون هناك دعمها بأجهزة تابلت إضافي، وده حصل في الإمارات في دبي. احنا مديناهم بأجهزة تابلت للتسيير على سير العملية الانتخابية، ولكنه نظرا للإقبال الشديد تم التدعيم. احنا اللي في دبي 16 جهاز تابلت، عندنا في الكويت 32 جهاز تابلت، عندنا في الرياض 26 جهاز تابلت، عندنا في جدة 24 جهاز، وابو ظبي والدوحه وهكذا. تواصلا مع فريق الدعم الفني هناك، اجهزه التابلت تعمل بشكل منتظم. الساده المسؤولين عن عمليه التصويت، رؤساء اللجان، الساده الدبلوماسيين، وده الجزء اللي هيتكلم فيه معالي النائب السفير حمدي روزه، بالتواصل معهم اللجان فتحت في موعدها. ورغم الكثافه في كثير من الدول، الا ان هناك تنظيم واحكام وسيطره بشكل قوي، حتى انه ظهر للعالم مدى قوه وتحضر المصريين وحبهم لمصر، حبهم لوطنهم مصر، في تواجدهم بشكل منتظم، في تواجدهم بشكل مكثف، عكس انطباع محترم قوي. وتستمر العملية الانتخابية حاليا في كل السفارات بشكل منتظم ومرضي وجيد جداً.